قرأت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين رئيس جمعية المستقبل. حياك الله شيخنا. اليوم موضوعنا سيكون عن أحاديث الفتن والملاحم وكيف نفهمها وكيف ننزلها وكيف نتعامل معها. لكن الحقيقة قبل أن نخوض في الموضوع هناك رسالة وردت من ليبيا وأود تعليقكم عليها. يقول فيها السائل: شيخنا نود أن نطرح على فضيلتكم بعض الأسئلة التي أشكل علينا بها بعض طلبة العلم. قالوا: استعانتنا بهيئة الأمم شيء محرم قطعا، وقالوا هذا قتال في الأشهر الحرم عندما دخل شهر رجب وهو محرم أيضا، وقالوا هذا خروج على ولي الأمر، وقالوا هذه فتنة يجب اعتزالها، فنريد من فضيلتكم بيانا شافيا حول هذه النقاط. طبعا نحن عندنا وقتنا شوي ضيق، فربما خلال خمس دقائق أو أقل شيخنا نحاولون إيجاز الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن استعانة الشعب المظلوم المضطهد الذي لا يملك سلاحا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه بالهيئات الدولية وبالأخص هيئة الأمم المتحدة ومجالسها كمجلس الأمن الدولي ونحوه من الأمور التي تلجئ إليها الضرورة، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي ودافع عنه وهو رجل مشرك، وكذلك دخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة ودافع عنه وهو مشرك، وكان المسلمون في مكة ليس لديهم سلاح يدفعون به عن أنفسهم فاحتاجوا إلى الدخول في جوار المشركين، ولا حرج في مثل هذا النوع لأنه تطبيق سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاع عن النفس، ولا شك أن ترتيب الأولويات وارد في مثل هذه الأمور وأن الحذر مطلوب فيها وألا يتوسع فيها الإنسان بما يجاوز الضرورة لأن الضرورة تقدر بقدرها. أما الاعتراض الثاني وهو النهي عن القتال في الأشهر الحرم، إنما يتوجه هذا لمن قاتل واعتدى، ولا شك أن الشعب لم يبدأ بقتال وليس هو الذي قاتل، فالظالم الذي بدأ بالقتال هو الذي يأثم، أما من دفع عن نفسه فيجب عليه الدفع عن نفسه في الأشهر الحرم وغيرها، وهذا محل إجماع بين المسلمين لا يختلف فيه اثنان. أما الخروج على الحاكم، فإذا كان الحاكم أصلا غير مطبق لشرع الله ولا قائم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو ولي الأمر في الشريعة الذي لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، بل هو مثل المحتل والمعتدي الظالم الذي عطل شرع الله ومنع الناس من إقامة حدود الله ومنعهم من الركون إلى دينهم، فيجب عليهم حينئذ نبذه، والخروج لا يكون إلا بعد دخول، والدخول معناه أن تأتي طائعا فتبايع غير مكره، فحينئذ لا يحل لك الخروج إلا بعد أن ترى كفرا بواحا، وهذا النوع ليس فيه دخول فلا يكون الخروج أصلا، لا يتصور الخروج إلا بعد دخول. كذلك كون هذه فتنة هذا غير صحيح، فالفتنة معناه ما التبس فيه وجه الحق وكان الإنسان فيه لا يعرف الظالم من المظلوم، ومن يرى تقتيل الصبيان والنساء وضربهم بأنواع الأسلحة الفتاكة لا يمكن أن يرى هذه فتنة إلا إذا طمس الله قلبه وبصيرته. كذلك ما ذكر من أن الاعتزال مطلوب، الجواب عنه أنه مخالف لشرع الله، فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالوقوف مع المظلومين حتى لو كانوا كفرة، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويجب على المسلمين نصرة المظلوم، وهذا ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما، ف
فقيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ فقال تحجزه وتمنعه من ظلمه فإن ذلك نصره. فلا بد من الوقوف مع المظلومين. وقد ذكر ابن جرير الطبري إجماع العلماء إجماع الأمة على أن الحاكم إذا ظلم أي أحد فيجب على الأمة الوقوف مع المظلوم إلى أن ينال النصفة. بارك الله فيك شيخنا وجزاكم الله خيرا. ندخل الآن في موضوعنا المتعلق بالفتن والملاحم، وسوف نقسمه إن شاء الله على ثلاث محاور. المحور الأول سنتكلم عن مفهوم الفتن وعن مشروعية تناولها والحديث عنها. المحور الثاني سنتكلم عن تنزيل هذه الأحاديث على الوقائع وما يتعلق بذلك من ضوابط وأمثلة. والمحور الثالث سنقف فيه على مجموعة من أشهر وأكبر الفتن والملاحم التي ذكرتها النصوص ونحاول مناقشتها. فنبدأ بالمفهوم أولا، ما الفرق بين الفتنة والملحمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفتنة مشتقة من الفتن، وهو إذابة الذهب والفضة لإزالتهما يخالطهما مما ليس منهما. والمقصود بها الامتحان، أي امتحان الله لعباده حتى يعلم وهو أعلم ما هم عليه. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يبلو عباده بالخير والشر ويفتتنهم بذلك، فقال تعالى ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبلو عباده بذلك ويمتحنهم به، وقد جعل الموت والحياة امتحانا أيضا. قال الذي جعل الموت الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتطلق الفتنة في الشرع أيضا على الخروج عن الإسلام، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة أي ردة عن الإسلام. ومثل ذلك قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. فالمقصود بالفتنة الردة عن الإسلام. فإذا لها إطلاقان كبيران في الشرع، أحدهما الردة عن الإسلام فإن ذلك يسمى فتنة، ولذلك قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون رد عن الدين. والإطلاق الثاني هو إطلاقها على امتحان الله لعباده بما يبلوهم به من الخير أو الشر، فيثبت الثابتون الصادقون ويسقط من أراد الله سقوطه وعلم صرفه عن طريق الحق. ومن حكمة الله أن يصرف عن طريق الحق من لا يراه أهلا لخدمة الدين ونصرته. قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الفتنة والملحمة شيخ. أما الملحمة فهي فشو القتل، فقد تكون في غير فتنة، لأن الفتنة لا تكون إلا فيما خفي وجهه والتبس. والملحمة قد تكون واضحة كالملحمة مع الدجال وغيرها من الملاحم التي وجهها واضح كملاحم المسلمين مع هذه لا تسمى فتنا. لا تسمى فتنا لأن تدخل في عموم أحاديث الفتن لا يعني كتاب نعيم المؤلفون يؤلفون كتاب الفتن والملاحم وأحيانا الفتن فقط. يعني النعيم أدرج المهدي في كتابه الفتن مثلا نعيم بن محمد. نعيم بن محمد نعم، لأن وسماه الفتن فقط لأن المسيح الدجال هو أكبر فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة كما بين ذلك مع وضوح أمره، ومع ذلك لما يسمى لا لكنه فتنة للناس يرتد به كثير من الناس عن دين الله. لو أردنا أن نضع ضوابط للأحداث الكبرى التي تقع في آخر الزمن، ما الذي منها يسمى فتنة وما الذي لا يسمى فتنة؟ هل هناك صفات معينة أو كل ما ورد في الأحاديث يسمى فتنة؟ لا، بالنسبة لأشراط الساعة أيضا بينها وبين الفتن تداخل. فمن الأشراط ما لا يكون فتنة بل يكون علامة مباشرة كطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك. ومنها ما يكون فتنة كخروج الدابة التي تكلم الناس، فهي فتنة أي ابتلاء للناس لأنها تقيم الحجة عليهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هنا قراءتان سبعيتان إحداهما إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتكون الجملة استئنافية ومعنى ذلك أنها تكلمهم بمعنى تجرح وجوههم وتكتبه من الكلم. إيه نعم، من الكلم وهو الجرح. وأما القراءة الأخرى وهي تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فأن تفسيرية لكلامها
أنه تتكلم بهذا الكلام. إذن هل يمكن أن نقول أن كل ما وقع فيه اضطراب للناس وارتداد عن دينهم يسمى فتنة وما لم يكن كل ما وقع فيه ارتداد فهو فتنة، وكل ما كان خفي الوجه من المشكلات بين المسلمين فهو فتنة. طيب هل الإيمان بهذه الأحداث التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم داخل في حيز الإيمان باليوم الآخر، بحيث من أنكر شيئا منها قلنا أنكر اليوم الآخر أو أنكر بعضه؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مرد له ولو بأحد، ولو بأحد، لكنه ثبت ثبوتا لا مرد له لدى الشخص منكره فأنكره فهو مرتد، لكن لا بد أن يثبت لديه هو. لكن لا يدخل في هذا من ناقش في ثبوت مسألة من المسائل التي ليست من أصول الإيمان، فأصول الإيمان هي هذه الست التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الآخر هذا منها كل على اليوم الآخر لا، لكن لا يشمل ذلك جميع تفاصيله. فالإيمان باليوم الآخر حتى لو لم تعرف شيئا من هذه الأشراط وآمنت باليوم الآخر هذا هو الركن. نعم هذا الركن. يعني مثلا المهدي، تعرفوا أن بعض أئمة السنة القديم والحديث أنكروا خروجه. نعم هذا اعتماداً على حديث ضعيف. مع وجود الحديث الصحيح. اعتماداً على حديث ضعيف وهو لا مهدي إلا عيسى بن مريم. وهذا الحديث في إسناده الجندي وقد أخرجه ابن ماجه في سننه وهو ضعيف. أو موضوع ذهب بعض أهل العلم إلى وضعه. فالحديث أصلاً إذا قدرنا ثبوته فهو دليل على خروج المهدي. نعم. لأن قوله لا مهدي إلا المسيح ابن مريم لا يقصد به أن الله لا يهدي أحدا من خلقه إلا المسيح ابن مريم، إنما المقصود أن المهدي المقصود أن فيه مهدي عرفه الناس واستقر في هذا. يعني أحد العلماء المعاصرين الكبار تعرفونه يقول ودعوى المهدي في مبدئها ومنتهاها مبنية على الكذب الصريح والاعتقاد السيء القبيح، وهي في الأصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن آخر، وقد صيغت لها الأحاديث المكذوبة سياسة للإرهاب والتخويف. هذا إمام من أئمة الفقهاء المعاصرين، هذا يقصده جمهور هذه الأحاديث، لأن أحاديث المهدي 1050 حديثا ولم يصح منها إلا 4 أحاديث صحت، ويقول ما صح شيء صحت لكنه لم تصح لديه هو. طيب 1050 ضعيفة ما يقوي بعضها بعضا؟ لا، لكن أغلبها لا فيها أصل الفكرة لكن لا يقوي بعضها بعضا لاختلاف التباين بينها في الطرح. إذا محل السؤال من أنكر شيئا من هذه العلامات لأنه ما صح عنده حديثه، هل يتهم بالضلالة أو بالكفر باليوم الآخر أو ما أشبه ذلك؟ أبدا، بحسب علمه إذا كان من أهل العلم والصلاح فمعناه أنه لم يصح لديه هذا الحديث وينتهي الأمر. طيب لدينا مسألة مهمة جدا ومركزية في هذا الأمر، علمي ليس أمرا عقديا. الأمر العلمي معناه ليس عقيدة، لا بل من ثبت لديه ذلك أصبح عقيدة في حقه، ولكن من لم يثبت لديه لا يلزم، لأنه ليس مما يجب أن يعلمه كل الناس. جميل. لدينا تفريق بين ما يلزم أن يعلمه كل أحد ولا يسع أحدا جهله، وهو الأركان الستة في مجملها. نعم، هذه الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ليس المقصود تفاصيلها وجزئياتها ومسائلها، بل هذه الست إذا آمنت بها فقد أصبحت مؤمنا، ولو مت على ذلك ولم تعرف شيئا من التفاصيل فأنت من أهل الجنة. فيبقى التفاصيل بعد ذلك إذا ثبتت، هي التفاصيل أكثر مما يمكن أن يثبت كله، ولا يمكن أن تجد من يستطيع أن يفصل لنا كل مشاهد القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، وإنما تعرف هذه الأمور الغيبية عن طريق الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفها قبل أن يوحى إليه، لأن الله قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعرفه الله ما يؤمن به من ذلك، وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما عرفه الله، ولم يعرفنا كل ما عرفه الله، ولم يجب ولا يجب عليه أن يعرف جميعنا، يكفي أن يعرف من يروي عنه. لذلك أهل العلم يقولون لا يجب تبليغ جميع الأمة بل تبليغ من تقوم به الحجة، يحصل بالواحد. نعم يحصل بالواحد. طيب شيخنا السؤال المركزي المهم، هذه الأحاديث حديث الفتن على كثرتها والملاحم، هل تتبعها وقراءتها والحديث عنها أمام الناس وإشاعتها من المشروع أو من غير المشروع؟ بلى من المشروع، ومما يزيد الناس إيمانا ورقة ويقينا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك الحديث عن المسيح الدجال ويخوه به أصحابه، حتى كانوا إذا تكلم فيه ظنوا أنه قد نزل بطائفة النخل. وحديث الدجال كثيرة في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدجال النادر من النادر أن يخطب على المنبر إلا وذكر المسيح الدجال تخويفا منه. والله تعالى يقول ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وهذه فعلا آيات مخوفة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فمن ما نحتاج إليه في نفض يد القلب عن الدنيا هذه الأخبار، أن نتذكر هذه الأخبار والرقائق التي لا بد من تعلمها ولا بد من
استجلابها للناس وتعريفهم بها. طيب إذا أذنت لي شيخنا، الآن عندنا إشكالات كثيرة على هذا الذي تفضلتم به. الأول، إذا تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، الخطبة التي خطب فيها يوما كاملا إلى غروب الشمس، وحدث بكل ما يكون إلى قيام الساعة، لم يصلنا ليس بكل ما يكون، المقصود أنه ذكر كثيرا من الأحداث، نعم، وليس المقصود أنه تحدث عن البرامج والتلفزيونات لم يصلنا منها إلا شيء يسير جدا، كأنه إشعار من الله عز وجل بأن هذا ليس هو المقصود بالأمة أن تعرف كل هذه التفاصيل والحوادث. لا، المقصود بذلك أن لأنه ما روي لنا إلا 10 أسطر. لدينا عالمان، عالم غيب وعالم شهادة، ولا يمكن أن نجعلهما عالما واحدا. صحيح. فلذلك قد يطلع الله على بعض المغيبات رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ذلك، ويحول الله بين هذا هو هذه الحيلولة، ليس فيها إشارة ربانية إلى أنه ليس من المصلحة، لا يمكن أن يستوعب ذلك ويعرفوه جميعا، إذا ليس من المصلحة تداوله، لكن من المصلحة أن يسمعوه وأن يعظوا به، لكن ليس من المصلحة أن يتذكروه أبدا الآبدين. طيب، صنيع أبي هريرة في أحاديث الفتن التي عنده، رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه وحفظت وعائين، أما أحدهما فبثته والآخر، بالنسبة لكلام أبي هريرة رضي الله عنه، لا بد أن نبين محمله. فأبو هريرة كان من جهاز أمني لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجهاز هو جهاز أمن الجماعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لديه ثلاثة أجهزة أمنية. جهاز الأمن الشخصي وهم الحراس، ومنهم أبو بكر الصديق وبلال وسعد وأبي وقاص ومحمد ومسلمة إلى آخر. طيب. وجهاز أمن الجماعة هو منه حذيفة بن اليمان وهو على رأسه، ومن أفراده أبو هريرة، وأبو هريرة أودع كثيرا من الأسرار فيما يتعلق بدولة الإسلام، فهي الوعاء الذي لم يبثه، ولو بثه لقطع منه هذا الحلقوم في أيام بني أمية، لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي على يدي وغيلمتي من قريش. فقال له عثمان، قال له مروان: من هؤلاء؟ خابوا وخسروا. قال: أما إني لو شئت لقلت بنو فلان وبنو فلان، يعرفهم بأولاد مروان نفسه. وقد كان عبد الله بن المغفل يحدث ابنه يحدث عنه، وقد سمع هذا الحديث من أبي هريرة وهو أيضا صحابي، فكان إذا دخل على بني مروان فرآهم شببة يقول: عسى هؤلاء أن يكونوا منه. الجهاز الثالث، قلت شيخ، الجهاز الثالث جهاز أمن الدولة، التجسس ومكافحة التجسس، وعلى رأسه عمرو بن أبي أمية الضمري، فكان يخرج شهرا قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أي سفر يسافر به. ومن أفراده صفوان بن المعطل السلمي، وكان يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يوما وليلة، ثم يلحق به ثم يتأخر عنه يوما وليلة، وهو الذي جاء بأمنا عائشة رضي الله عنها في غزوة المريسيع، وكان ذلك سبب قصة الإفك، مع أن الله هيأه أصلا لهذا، فهو مجبوب سبحان الله أصلا، ولكن الله هيأه لخدمة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا العمل. نعود إلى حديث أبي هريرة، ونرى حمل بعض العلماء له والشراح. ابن حجر يقول: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمانهم. هذا الحمل الأقوى هو الذي ذكرت لك. ابن بطال يقول: يعني أنها كانت أحاديث أشراط الساعة، وما عرف به صلى الله عليه وسلم من فساد الدين وتغيير الأحوال والتضييق لحقوق الله تعالى إلى آخره. لا، هذا الحمل ضعيف، لأن هذه بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها كثيرا وعيناه عنه ووعاه غير أبي هريرة، ونحن نعرفه. نعم. حتى كان يقول ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت وغير ذلك لقلتم كذب أبو هريرة. فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث الفتن كما قال ابن تيمية. هذا المقصود بأحاديث الفتن ما يفعله الأمراء، إذ ذاك ما حصل من الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكان يعرف ذلك الشر الأول الذي طواه حذيفة. فحذيفة قال: قال يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فيمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على نعم بل فصل، ويمكن أن يكون حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الشر، وهذا من المعقول، لأنه أراد البيان، والإجمال في معرض البيان ليس من مقاصد العقلاء، لكنه طوي ذلك فلم يبين. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ فهنا جاء التفصيل في ذلك الأمر، فذكر النبي حذيفة هنا 5 مراحل. المرحلة الأولى الشر المحض الذي كان في الجاهلية وفي أول الإسلام في العهد المكي، ثم الخير المحض، وهو ما كان في صدر الإسلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك شر طوي
لم يبين أنه لم يبين لنا تفاصيله، لكن ليس محضا قطعا. والمقصود به قتل الخليفتين الراشدين عثمان وعلي وقتل الحسين رضي الله عنهم أجمعين، ومن قتل من الصحابة كسليمان بن سورد والفتن التي حصلت. ثم بعد ذلك خير وليس محضا فيه دخل، وهو طويل الممتد في تاريخ الأمة، بن أمية بن العباس الذي يحصل في آخر الأمة. طيب إذا محل السؤال، نرجع حديث أبي هريرة في كتم هذا الوعاء، ترونه لا يصلح أصلا لتشريع كتم أحاديث الفتن والسكوت عنها أبدا، لأن هذه ليست أمانة خاصة لدى الإنسان. طيب، والأصل عدم كتمان العلم مطلقا. صحيح. فمن كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألزم بلجام من ناره. طيب يا مولانا، الأثار الكثيرة التي وردت وأقوال أئمة في أنه لا يحدث الناس بكل شيء، كقول علي رضي الله عنه في الأثر المشهور: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعض فتنة. والملاحظ أن حديث الفتن هذه والملاحظ فيها كثير مما لا تدركه عقول الناس أو يشوش عليهم، فإذا هذا دليل على مشروعية أيضا كتمها وعدم روايتها للناس. لا، ليس هذا دليلا، بل المقصود هنا أن لا يحدث الناس في أمور الدين بما لا يفقهون، لكن يفقهون فيه. فعلي رضي الله عنه ذكر النهي عن هذا، قال: تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن أمور التي لا يستوعبها الإنسان أصلا ربما كذب بها. حديث الفتن ما ترون فيها كثير منها؟ لا، كثير منها الآن أصبح الناس يعرفون أنه حق لأنهم شاهدوا كثيرا منها، وبالأخص الحديث عما مضى. مثلا الحديث عن تقارب الزمان وانتزاع البركة منه، وأن يكون تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاشتعال الساعة، فهذا يشهده الناس الآن، ولو حدثت به أحدا لما كذبك. صحيح. فلقال: صدق الله ورسوله. طيب، يترتب على رواية هذه الأحاديث أحيانا أثار سلبية كثيرة على الأمة، منها سأستعرض بعضها. منها التشاؤم، عندما تروي حديث: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. لا، هذا ليس منها، هذا قد كان في عهد الصحابة. أحاديث الفتن عموما، وأن الساعة تقوم على شرار الناس، لا بد من التعليق عليه. طيب، لأنه يشتهر بين الناس. حديث أنس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في البخاري، حمله ابن حجر في الفتح على أنه المقصود به في أيام الصحابة فقط، وإلا فقد جاء بعد ذلك قطعا ما هو خير منه. ما وجه التخصيص؟ وجه التخصيص الواقع، في الواقع مخصص قطعا للنصوص، مخصص للقرآن والسنة، فالله يقول: تخصص بالواقع، لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فقد تركت السماوات والأرضين والجبال لم تدعها كالرميم. فالواقع، لكن هذا مفهوم في اتساع عبارة العرب، لكن مثل هذا نفس الشيء. فقول أنس المقصود به في حياة أنس، حياة الصحابة. ولذلك كانت الأيام التي شهدها أنس قطعا لا يأتي زمان فيها إلا والذي قبل بعده شر منه، لكن بعد أنس جاء الخير العميم في أيام عمر بن عبد العزيز. يعني كان زمانهم خيرا من زمان الصحابة، يقال مثلا في أيام خيرا من أيام الحجاج، أيام حياة بعض الصحابة، لكن كانت أذن أنس بن مالك ختم في صفحة عنقه بالنار رضي الله. وقد قال في لما قام من ضجعته وقد ختم في عنقه، قال: والله لو أن رجلا من اليهود ختم نبيا من أنبيائهم يوما لعظموه وقد خدمت نبيكم عشر سنين رضي الله عنه. طيب، لكن مع ذلك لو تركنا هذا الحديث، الأحاديث التي تتعلق عن فساد آخر الزمان وعن كثرة الهرج، كلها في الحقيقة تشيع جو من التشاؤم نجده في الناس. لا، بالنسبة للتشاؤم أصلا إذا كان المقصود به أن يضيق الناس أملهم ولا يطول الأمل، هذا مطلوب، فطول الأمل مغفلة عن الدار الآخرة، وهذه الدنيا لا تساوي شيئا، وهي مسرعة قد وقفت بثنية الوداع وهم قبلي مزنها بالإقلاع. ولا بد من تذكر الآخرة وقربها، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فلا بد من تذكر الآخرة في كل الأوقات، وأن يكون ذلك حاضرا في النفوس. والغفلة عن الآخرة مدعاة للتشبث بالدنيا والغماس في وحلها والوصول فيها إلى حضحاضها وضحضاحها، وحينئذ لن ينجو الإنسان منها. فلا بد أن يحرص الإنسان على ما ينجيه من عذاب الله، ولا يكون ذلك إلا بتذكره الآخرة وسعيه للنجاة منها. طيب شيخنا، أيضا من الأثار السلبية التي نلاحظها على الأمة من رواج هذه الأحاديث وتداولها، التخويف الذي يفضي إلى ترك الدنيا وأمورها. فمثلا يأتي حديث عن قرب قيام الساعة والدجال والمهدي وكذا،
فيبدأ الناس ينفضون أيديهم من أعمالهم ويخافون، اللي بيشتري سيارة يترك شراءها، والذي يريد شراء البيت يتركه. هؤلاء ليسوا بفقهاء ولم يتفقهوا، لكنه أثر من أثار. لا، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان يحدثهم وكانوا موقنين بكلامه وكانوا يرون أن الدجال قد نزل بطائفة النخل، ولما ظهر صاف وصياد ظنوا أنه الدجال وأقسم على ذلك عمر وابنه، مع ذلك ما ترك عمر العمل ولا تركه ابن عمر. ابن عمر كان موقنا أن صاحب ابن صياد هو المسيح الدجال. نعم. ويعيش معه. هل ترك ابن عمر شيئا من عمله؟ لا. عمر بن الخطاب كان موقنا أن صاحب ابن صياد هو الدجال. نعم. وحلف على ذلك. حلف على ذلك. هل تظن أن عمر عطل شيئا من أعماله بسبب هذا؟ طيب شيخ، بل العكس، حادث الفتن يؤلفه المؤلفون فيدرجون معها إذا قامت ساعة وفي يد أحدكم فسيلة وهكذا، ف يذكرون معها يعني ما يقضى يلحق بهذا نوع شيخنا من الانتظار السلبي الذي أصبح يطبع المسلمين بسبب هذه النظرة. يعني مثلا المهدي على سبيل المثال جعل كثيرين ينتظرون الفرج بحضور المهدي، الشيعة مثلا من 12 قرن وهم لا يصنعون شيئا. هذا ابتداء مخالفة للشرع، لكن ليس ترويج هذا الحديث من أسبابه. لا أبدا، ليس من امتلأت عقول الناس بالمهدي. لو كان كذلك لكان أيضا ذكر الجنة وما فيها ونعيمها المقيم الدائم يؤدي إلى ذلك في الآخرة، لكن المهدي سيأتي في الدنيا، ولذلك الناس ولو لكنه يأتي قبل الساعة بقليل، فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلى نفض يد البدن عن الدنيا، والمقصود نفض يد القلب عنها لا نفض يد البدن. أيضا عشرات الثورات والحركات السياسية غير المحسوبة التي وقعت في التاريخ بسبب تأول هذه الأحاديث، ألا يصلح مبررا أنه يعني هي كما تفضلت ليست من ما من المعلوم بالضرورة، فلما لا يقال بتركها في كتبها وعند الخاصة حتى لا تحدث مثل هذه الأشياء؟ كثير منها جاءت بتأول آيات من القرآن، هل نترك تلك الآيات؟ القرآن مسألة أخرى. لا، القرآن والسنة كلاهما من يعني حادثة ونيوتيت القرآن. حادثة جهيمان التي عطلت فيها الصلاة بالحرم أياما كانت بسبب حديث المهدي. لا، بسبب الأحلام والرؤى. سبب الأحلام ليست بسبب حديث، وبسبب محمد بن عبد الله أقنى الأنف أجل الجبهة. لكن ليس من أهل البيت ولا نعم ولا يدعي ذلك. فتلك الوقائع إنما كانت بسبب الإغالي في اتباع الأوهام والأحلام والأشياء التي تكون فتنة. انقسام الأمة إلى طوائف وملل وفرق أيضا كثير منه بسبب حديث الفتن هذه وتأولها وكل مجموعة لها. ما أظن ذلك انقسام، سنة كونية لا بد منها، وكلما كثرت أمة لا بد أن يكثر فيها. يعني يكفي الشيعة والسنة في إطار المهدي؟ يعني هو ليس المهدي هو سبب افتراق السنة والشيعة، بل السنة والشيعة كان أصل افتراقهم افتراقا سياسيا. فالسنة يرون مثل الخوارج أيضا، فالسنة يرون أن الإمامة في قبيلة واحدة وهي قريش، والشيعة يرون أنها في أسرة واحدة من تلك القبيلة وهي أسرة علي بن أبي طالب، والخوارج يرون أنها في كل المسلمين. فكان الافتراق سياسيا ثم أضطر تأطيرا أيديولوجيا وعقائديا. فكثير من الأمور التي يفترق فيها السنة والشيعة أمور عقدية، مثلا قضية الرجعة بعد الموت، قضية عصمة الأئمة، كلها من أخبار الفتن هذه والملاحم. لا، ما لا علاقة لها بالفتن والملاحم ولا بالمهدي بذاته. نعم. طيب هناك إشكال أكبر من هذا كله. نحن نعرف عند الشيوعية ما يسمى بالحتمية التاريخية التي تقضي بأن التاريخ يسير وفق أجندة معينة كما يقال، وسينتهي إلى انتصار الطبقة الكادحة مثلا وسيطرتها على الطبقة البرجوازية. ترسيخ أحاديث الفتن أحيانا يشعرك بأن المسلم يحمل حتمية تاريخية أيضا، أنه هذا الزمان نحن يمشي نحمل حتمية تاريخية. طيب هذا وهي من عقيدتنا. ما الفرق بيننا وبين الشيوعية في هذا؟ الفرق بيننا أن حتميتنا واقعية ونصية وأخبرنا بها ربنا جل جلاله، فنحن نؤمن يقينا بانتهاء هذه الدنيا. نعم. وأنها إلى أجل مسمى، وأن هذه الأمة آخر أممها، وأننا أيضا في آخر هذه الأمة، وقد أخبرنا الله بالمراحل التي نمر بها، فقال فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فنحن آمنا بهذه الحتمية التي فيها المرور بهذه الأطباق التسعة. نعم، هذا نعم. مشاهد بالعين تركبون طبقا عن طبق. لا، بعضه غير مشاهد، البعث ليس مشاهدا والخلق في المراحل. يعني شيخنا حتى وضح فكرة أكثر، لما يقرأ إنسان حديث أن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة إلى آخره، عندما يكون عندي حتمية من هذا النوع
فكيف سيكون عندي استعداد للعمل للمستقبل والبناء وتطوير الحضارة إذا كانت الحتمية التاريخية في النهاية أن كل هذا لن يفرح به؟ هذا أكيد سيقع، لكنه لم يقل أنه من زمانه هو، بل ذكر أنه سيقع لا محالة، فسيفيض المال حتى يهم الرجل من يأخذ صدقته زكاة ماله، وحين لا تقسم التركة ولا لا نجد أحدا خاض في أحاديث الفتن إلا وهو يشعر أن الساعة غدا، يعني من فرط ما تشعرك بأن الزمان انتهى وخلاص كل انظر شيء. انظر إلى الذين خاضوا فيها من أئمتنا وأعلامنا، هل تركوا شيئا من أعمالهم؟ البخاري مثلا الذي عقد كتاب الرقاق في صحيحه، مسلم، العلماء الذين ألفوا وجمعوا، الإمام أحمد، هل تركوا كل أعمالهم اللي عطلوها؟ لا. حتى أئمة الفقه وأئمة العقائد الذين عقدوا لها أبوابا، هل عطلوا شيئا من أعمالهم؟ لا. لكن أيضا شيخ الأمر آخر أنه لا يترتب على كثير، والمهم أن يقع التوازن في حياة المسلم، وأن يكون لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وأن يكون له اهتمام بالدار الآخرة، وأن يستحضر قربها، وأن يستحضر إشراطها. وقد نبه الله على هذا في كتابه فقال: فقد جاء إشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. إذا جاءت هي لا انتباه لأحد، إنما الشأن في إشراطها. فقد جاء إشراطها، فإذا قامت القيامة فلا فائدة من اتباعها ورجوعها. وإذا قيل شيخنا أنه هذه الكثير من هذه فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، كثير من هذه الأحاديث لا يترتب عليها عمل، وبالتالي شغل الناس بها لا يترتب عليها عمل، وهو تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فتعلمه عمل، ولذلك ليس شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجورا. هل يستنبط منها أحكام مثلا؟ لا، لكن لا يمكن أن يتعلمها جميع الناس، ونحن لم ندعو إلى ذلك، لكنها من العلم. مثلا حديث الدجال ما استنبطوا منه الصلاة والتوقيت لها في البلدان التي نعم هي يمكن أن يستنبط منها، ما من شيء من الحديث أو الآيات التي جاءت عن الله تعالى إلا يستنبط منها بعض الأحكام. طب لو قيل غير هذه من الأحاديث مع التسليم بأهميتها أولى للناس، تعليمهم صلاتهم وديانتهم؟ نعم، لا بد من البدء بتعليم صلاتهم، لكن أيضا هذا من عقيدتهم، فهو من التفاصيل التي يلزم قبلها التأسيس بالأمور الكبرى، ولكن لا يمكن أيضا أن نقطعها عن الناس ونمنعهم. هل عناية حذيفة رضي الله عنه بأحاديث الفتن تصلح أصلا لمشروعية هذا الأمر، أو هذا خاص به رضي الله عنه؟ حذيفة ذكرنا أنه كان رئيسا لجهاز، فلذلك لا يمكن أن يقاس عليه غيره إلا من كان في وظيفة مثل هذه، لكن يمكن أن يستدل بها على الاشتغال بفروض الكفايات، وهذا خلاف أصولي، وهو هل فرض الكفاية أفضل من فرض العين أو فرض العين أفضل؟ قد قال السيوطي في الكوكب الساطع: وفرض الكفاية مهم يقصد، ونظر عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني، ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، فقيل مبهم، وقيل عينا، وقيل من قام به ووهنا، وبالآخر. بين يدي فوائد ذكرها بعضهم لدراسة أحاديث الفتن، سأقرأها سريعا وأريد تعليقكم. يقول: التحذير مما سيستقبل الناس، دلائل النبوة، تغذية فضول الإنسان، تحقيق للإيمان بالغيب، حث على الطاعة. هل تصح؟ ليست مرتبة، فضول الإنسان لا يقصد به مجرد الفضول، يعني تشوفه لمعرفة المستقبل تغطي شيء من هذه الحاجة. نعم. طيب شيخنا، سأريد أن أناقشك في قواعد مهمة في التعامل مع أحاديث الفتن والملاحم. قاعدة الأولى هي قاعدة الصحة والثبوت. هل لا يجوز التعامل إلا مع ما صح من الأحاديث والآثار في هذا الباب، أو أنه يترخص في الضعيف منها؟ بالنسبة للصحة والثبوت أمران نسبيان. نعم. ولذلك قال العراقي في الألفية ويقول: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. القطع، نعم. فلذلك لا يقصد به أن يكون قرآنا جميعا، فالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصح بعضها لدى بعضنا وقد لا يصح، وقد يصح لدي الآن حديث ثم تعرض لي فيه علة فأكتشف ضعفه، وقد أجد جوابا عن تلك العلة بعد وقت فيترجح لدي التصحيح، وهذا من سنة الله في هذا الكون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وينبني على هذا أخذ الصحيح والضعيف. نعم، أن يكون الإنسان لا يكون الطالب والدارس يدرس الجميع، ولكنه يحرص على التمسك بالصحيح، ويبحث حينئذ في تصحيح الضعيف وانجلاء العلل ما ثبت ضعفه، ينحى بالكلية أو يضل. ثبت ضعفه، مشكلته أنه قد يثبت ضعفه لدى بعض الناس ثم تثبت قوته لدى آخرين، وإن كان هالكا أو موضوعا أو لا، ما أجمع على وضعه، هذا خارج عن محل النزاع.
طيب سنعود إلى هذا بس تسمح لي باتصال يا شيخ الجليل. نعم. أخي سيد محمد من فرنسا تفضل. سيد محمد هو معنا على الخط أو ذهب؟ طيب سيد محمد أخي السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا عبد الودود حياك الله وتأخرنا عليك سامحنا تفضل. ما في مشكلة. لا سيدنا عبد الودود خلاص طيب وصل التصحيح سيدنا عبد الودود يقول اسمه تفضل تفضل بسؤالك تفضل سيدنا. لا ما عليش أولا أطلب من شيخنا الدعاء ولد نعم وأطلب من سماحة الشيخ الدعاء ولدي ثلاث أسئلة حفظه الله تفضل تفضل بالأسئلة تفضل. السؤال الأول ما معنى في ما منع أن تلد الأمة ربتها؟ طيب الثاني. السؤال الثاني ما صحة هذا الحديث أو هو حديث أو كلام الزور؟ إذا تكلم الحديث وقرب البعيد فالساعة تقوم. واضح السؤال؟ واضح. والسؤال الثالث بما أني طالب في فرنسا. ودائما لدي أصدقاء يطلبونني أن أقوم بعقد قران مع أحد الفرنسيات مع العلم أنها لا تدين بأي دين. نعم طيب. وأقوم هل بإمكاني أن أقوم بعقد قران مع أن نيتي هو أن يكون هذا الشخص في وضعية حلال لأنه هو يسكن معها وأريد فقط على الأقل أن أحلل القضية. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. الآن سيد محمد من الإمارات جاء تفضل. نعم. تفضل سيد محمد. أحييك الدكتور عادل جزاك الله خيرا وأشكر قناة غور شباب على هذه الحلقات التي هي في الحقيقة بمثابة دورة علمية تصحح للسامعين كثيرا من الأخطاء. بارك الله فيك. ووسعت كثيرا مما كان ضيقا عندهم وأفاد طلبة العلم والمتعلمين أيضا. الحمد لله هذه بركات شيخنا الشيخ محمد. أرجو أيضا أن تكون حلقات بما أن هذه الحلقات من الحلال والحرام أن تكون حلقات في العربية وحلقات في التفسير وحلقات طيب. في بقية الفنون العلمية حتى يستفيد الناس منها طيب. وعندي أسئلة تفضل. أرجو من الدكتور أنه ما يجنفذ منها طيب تفضل. من أول هذه الأسئلة صلاة التراويح أسأل الشيخ عن صلاة التراويح في نعم. رمضان هل نحن عندنا حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وعندنا مثلا عمر عمر بن الخطاب وعمر عمر بن عبد العزيز هل مثلا الأفضل الآن في هذا الزمان الآن في تضايق الزمان وكثرة المشاقل الصلاة مثلا 11 ركعة أو 13 ركعة طيب. أو لو نقص هل مثلا يجزي النقص عن 11 ركعة في قيام رمضان وهل قيام رمضان المقصود به مثلا جزء معين من الليل أو عدد من الركعات هذا السؤال الأول وسؤال الثاني عن صلاة مثلا ركعتين قبل في المساجد قبل صلاة التراويح بين الفرض وصلاة التراويح حتى كأنها صارت راتبة مثلا طيب. هاتان الركعتان هل نجعلهما مثلا في عموم النوافل باعتبار وقت نفل أو هاتان الركعتان ثبت فيهما شيء والسؤال الثالث والأخير هو قراءة القرآن نحن مثلا نقرأ كثير من أهل الخير من الأساطير من السلف كانوا يقرأون كثيرا من القرآن في رمضان مثل الشافعي مثلا يختم 60 مرة نعم. وغيره مثلا من كان يقرأ يختم مرة في الليل ومرة في النهار هل هذا يعتبر مثلا أنه يجوز قراءة القرآن مثلا يجوز فيها الإسراع جدا بحيث مثلا لو قرأت أنا مثلا أود أن أسمع الشيخ مثلا لو قرأت مثلا من سورة آل عمران مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان طيب وصلت على هذا المنوال يمكن مثلا أن أختم في 7 ساعات أو 6 ساعات
هل هذا مثلا أفضل مع أن آتي بالأقل مثلا في الودود وفي الغنة وربما يكون أسرع من هذا؟ طيب. أو الأفضل مثلا أن أرتل أو أن آتي مثلا بالحجر مثلا أو التدوير أو الترتيل، هذا أيه أفضل؟ طيب. أفضل السؤال هذا. واضح السؤال سيدي محمد، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ما زال سؤال ثالث ما شاء الله. طيب أم أحمد تفضلي. أم أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كنت بسألك سؤالين. أول شيء قوله تعالى، ما معنى تفسير يعني قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم؟ والثاني أنا اشتريت ذهب لبنتي بس ما جاء مكاسها، فدخل يعني احتفظت به لما يصير قده، يعني في البداية أنا اشتريته عشان ألبس لها هو، فحال عليها الحول، هل يعني هل أدفع زكاته أو لا؟ طيب واضح، شكرا يا أخي. بارك الله فيكم. طيب أخونا بن عبد الودود كان يسأل عن معنى أن تلد الأمة وربتها. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يرزقنا وإياه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في إشراط الساعة أن تلد الأمة وربتها، وفي رواية ربها، اختلف فيه أهل العلم، والراجح في محمله أن المقصود به فشو العقوق، أن يكون الولد مسيطرا على والديه وبالأخص النساء الأمهات، فسيطرة الأولاد والبنات على الأمهات وتقديمهن ومنعهن من حقوقهن هذا منافي لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من عند الله، وفشوه وظهوره في المسلمين شرط من أشراط الساعة. يسأل عن صحة حديث إذا تكلم الحديث هذا سنأتي عليه في الفتن لأنه من أحاديثك. طيب. التي تأتي بها إن طيب. شاء الله. طيب. يسأل هو طالب في فرنسا ويأتيه بعض أصدقائه يطلب له أن يجري عقدا بينه وبين فرنسية لا تدين بأي دين، وهو يقدم على ذلك بنية أن يحلل ما هو فيه لأنه أصلا ساكن معها ومقيم معها. لا بد أن ينصح ويبين له أن التي لا تدين بأي دين لا يحل نكاحها للمسلمين أبدا، فإنما يحل للمسلم أن يتزوج مسلمة أو يهودية أو نصرانية محصنة، والمحصنة معناه العفيفة التي لا يخشى منها الزنا، فإذا كان هو نعوذ بالله لا يأمن منها الزنا فلا يحل له أن يتزوج بها بحال من الأحوال، وزواجه بها مثل الزنا فهو زواج محرم. إذا لا يقدم على هذا العقد، لا يقدم على هذا الأمر إلا إذا علم أنها مسيحية أو يهودية وأنها عفيفة ومتمسكة بدينها، أو حتى لو كانت غير متمسكة، لكن المهم أنها عفيفة وهي منتسبة لدين اليهود أو منتسبة لدين النصارى، ولو كانت محرفة مبدلة مثل كل منتسبين لهذا الدين فإنه حينئذ يحل له أن يتزوج. الأخ سيد محمد من الإمارات يقول صلاة التراويح في رمضان ما بين حديث عائشة أنه ما زاد عن 8 وصنع عمر بأنه صلى 20، وما الأولى في هذا الزمان 8 أو 10 أو أقل؟ هذا من المفاهيم فعلا التي ينبغي أن يعرج عليها، وهو مفهوم قيام الليل. قيام الليل، فالله سبحانه وتعالى امتدح عباده بقيامهم لليل فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وبين ارتباط ذلك بالوقت ولم يبين ارتباطه بعدد من الركعات. يبيتون لربهم ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فهذا كله وقت، فالمعتبر في قيام الليل الوقت الذي يمضيه الإنسان وهو يصلي لربه، لا عدد الركعات. نعم، تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في نصف الليل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبه عن المضاجع لا يعملون. طيب. فهذا هو المقصود بقيام الليل. وحديث عائشة لا بد فيه أن نعرف لغة قريش، فلغة قريش الحصر الأسلوب الحصر فيها لا يقتضي نفيا، فإذا قيل ما فعل إلا كذا فلا يقصدون بذلك انحصار نفي ما عدا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة الضحى في بيتها أربعة، في بيتها هي أربعة، فعلم بذلك أن المقصود تقليل هذا الأمر لا نفيه، وهذه لغة قريش إذا نفوا فيقصدون بذلك التقليل، هو وعلى هذا ما صلى أكثر من ثمان. وكذلك قول عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر أو على 11 ركعة،
مقصودها بذلك أن هذا هو الأغلب في صلاته، وليس المقصود أنه لم يزد قطعا. ولذلك فإنها سئلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أحيانا يوتر بواحدة، وأحيانا يوتر بثلاث، وأحيانا يوتر بخمس، وأحيانا يوتر بسبع، وأحيانا يوتر بتسع، وانتهى وتره إلى 11 ركعة. هذا الوتر وحده أثبتت أنه يصل إلى 11، وتارة يكون واحدة، وتارة يكون ثلاثا، وتارة يكون خمسا. فعلم بهذا بالضرورة أنها رأته زاد في رمضان في قيام الليل على 11، إنه إذا كان الوتر وحده 11 فما قبله متسع. وعندما وصفت صلاته قالت يفتتح صلاته في الليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وذكرت أنه قام حتى تورم قدماه صلى الله عليه وسلم. وهكذا طيب قالت لا تحب أن تراه قائما إلا رأيته قائما، ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته نائما. ونظير هذا أيضا ما أخرج مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشرة، تعني عشرة ذي الحجة. فهذا لا يقصد به النفي، لأن النسائي أخرج بإسناد صحيح عنها أو عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ثلاثا ومنها صيام عشرة ذي الحجة. هو يسأل إذن عن الأفضل، هل هناك تفضيل؟ الأفضل هو أن يقوم الإنسان وما تيسر من الليل، وإذا أراد أن يجزم أنه قام الليل فليقم مع إمام حتى ينصرف، لأنه ثبت في السنن والمسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب فإذا قام الإنسان مع الإمام من أول صلاته إلى آخرها فقد قام ليلة قطعا، ثم بعد ذلك يصلي هو ما تيسر له. الركعتان اللتان يصليهما الناس قبل التراويح، هاتان الركعتان عند القائلين بأن للعشاء سنة بعدية، هما سنة العشاء البعدية فلا علاقة لهما بالتراويح. فالعشاء اختلف فيها هل لها سنة قبلية أو لا، واختلف هل لها سنة بعدية أو لا. والذي يترجح أنها ليس لها سنة قبلية ولكن لها سنة بعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء صلى ركعتين في البيت، وهي من الراتبة. فعلى هذا تعد من الرواتب، لكن هذا محل خلاف بين الفقهاء. فالذين يرون أنها من الرواتب كالحنابلة والشافعية يصلون ركعتين بعد العشاء راتبة لها. نعم. التلاوة التي تلاها ويقول هذه السرعة، هذا القدر من السرعة لو يشرع في رمضان؟ في بالنسبة للتلاوة إذا كانت على لغة العربي وليس فيها إدخال لبعض الحروف في بعض، ولا لكن من مثل كلامنا هذا كلام من مثل تلاوته هو التي تلاها. أنا ما سمعتها بالتفصيل، لكن إذا كان الكلام المقصود به ليس فيه إتقان للقلقلة، وليس فيه إتقان للغنة، وليس فيه نعم مدود، ولكن مع ذلك هو من كلام العرب، فالراجح جوازه. ويبقى بعد ذلك أنه يندب للإنسان أن يحسن تلاوته بترتيل في مراتبه المختلفة. وعلى هذا فإن الترتيل والتجويد القراءة تعتريها أحكام الشرع، فمنه ما يكون محرما وما كان فيه تمطيط ومبالغة أو فيه هذرمة يدخل فيها بعض الحروف في بعض فهذا محرم، ومنه ما يكون مكروها وهو ما يترك فيه الإنسان بعض الصفات الأصلية أو العارضة فلا يعطي الحرف حقه ولا مستحقه، فهذا يكون مكروها عند على الراجح. ومنه ما يكون مندوبا وهو ما فيه تحسين لللفظ وتحسين للصوت و حسن للوقف وحسن للابتداء. ومنه ما يكون سنة وهو إقامة القراءة بأن لا يبتدئ الإنسان إلا من ابتداء ولا يقف إلا في موقف، وأن يعطي الحروف حقها ومستحقها وأن يتأثر بها وأن يتدبر في قراءتها. ومنه ما يكون واجبا وهو قدر ما يكون الكلام به عربيا مبينا يفهم على لغة العرب. طيب جزاكم الله خير شيخنا. نعود إلى ما كنا فيه، كنا نتحدث عن أم محمد. أم محمد نعم أحسن. لا سؤالان أم محمد، سامحينا يا أم محمد، تسأل عن قوله تعالى وما منا إلا وله مقام معلوم. هذا من كلام الملائكة حكاه الله عنهم، ومن صنيع الله بكتابه أنه إذا رضي كلام المخلوقين أدرجه بكلامه، وإذا لم يرضه نسبه إلى المخلوقين، كما في سورة مريم ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، وقبله كلام الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك. فقوله ما نتنزل إلا بأمر ربك لم يقل فيها وتقول الملائكة، لكن ويقول الإنسان إذا ما مت، هذا كلام مذموم مردود، ولذلك نسب إلى قائله.
فكذلك هنا قوله ما نتنزل قوله وما منا إلا له مقام معلوم، هذا من كلام الملائكة حكاه الله عنهم، فما منهم أحد إلا له مقام معلوم، فمنهم ملائكة السماوات ومنهم حملة العرش ومنهم المبلغون عن الله، وكل له مقامه. نعم. تسأل عن ذهب اشترته لابنتها، فيبدو أنها لما اشترته لتلبسه كان مقاسه كبيرا، فادخرته حد إلا حين تكبر البنت، فهل تزكي فيه وقد حال عليه الحول؟ إذا لم يكن يلبس طيلة العام فإنه يزكى، وإذا كانت ستلبسه في نفس هي ستلبسه لاحقا لا في نفس العام إذا كانت تلبسه في نفس العام ولو يوما واحدا لا تجب عليها زكاته. طيب هذا عفوا يتفرع عليه، لو أن امرأة عندها ذهب كثير تلبسه، لكن هذا هذه العلبة بعينها مرت سنة ما لبستها، تزكيها؟ ما قصدت عدم لبسه مدة هي قصدت، لكن بالكثرة ما عندها ما شاء الله مرت السنة وما لبست هذا. نعم الاحتياط أن تزكيها حينئذ. طيب إذا نعود إلى ما كنا فيه. بالنسبة لقواعد التعامل مع أحاديث الفتن والملاحم، كنا نتكلم عن الصحة والثبوت، وذكرتم التعامل مع الصحيح والضعيف في هذا الباب، هل يشترط التواتر في هذا الباب؟ لا، لا يشترط التواتر في أي شيء إلا ما يقرأ من القرآن في الصلاة، فالغير المتواتر من القرآن يستدل به أيضا على الأحكام. غير المتواتر من القرآن كيف يستدل به؟ مثل ماذا؟ مثل فاقطعوا أيمانهما في قراءة مسعود، في القراءات نعم، متواليات في الكفارة، صيام ثلاثة أيام متواليات ونحو ذلك، متتابعات أقصد. فهذه هذا الراجح أن غير المتواتر من القرآن هو مثل الصحيح من السنة يستدل به إذا صح إسناده. وهذا الذي يقول فيه السيوطي رحمه الله في الكوكب، يقول كلامه القرآن ليس يخلق وهو بلا تجوز ما تنطقه ألسنون، لا يقول ثم القرآن ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة، لا في براءة ولا ما نقله آحادهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر. نعم. طيب كالخبر الحديث. المرويات عن الصحابة في هذا الباب، في باب الفتن والملاحم، هل يعول عليها إذا صحت نسبتها إليهم؟ نعم، لأنها بمثابة المرفوع، فلا يمكن أن يؤخذ هذا بالقياس ولا يمكن أن يؤخذ بالعقل، فإذا ثبت عن علي أو عن عبد الله بن عامر أو غيرهما أمر من الفتن أو الإشراط فهو في قوة المرفوع إليه. على ذكر عبد الله بن عامر، أنا استوقفني كلام في النكت لابن الصلاح يقول فيه إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وكعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن سلام بن سلام استغفر الله. نعم. وكعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، حتى كان بعض أصحابه ربما قال له حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن هذه الصحيفة. فإذا ما يروى عن ابن عمرو مثلا من الأخبار المغيبات، ابن عمر كان من أروى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له له صحيفة كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الوحيد الذي كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، ولذلك ذكر أنه بآخر عمره لم يبقى ما يحرص عليه من الدنيا إلا الوهط والصادقة. نعم. الوهط مكانه في الطائف وقفه عمرو بن العاص على الفقراء فكان عبد الله قيمه، والصادقة هي الصحيفة التي كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان يأخذ عن بعض الكتاب لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن الكتاب ولا حرج، فكان يحدث عن بعضهم، لكنه لا يخلط ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأقصد إذا قال هو موقوفا أنه سيحصل كذا أو سيكون كذا، ما يبعد أن يكون إذا عرف أن ذلك من شأن أهل الكتاب فيتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. إذا لا يقال أن كل ما روي عن الصحابة بإطلاق من أخبار الفتن هو يعول عليه على أنه من كلام رسول الله ما كان من من كان منهم لا يروي عن أهل الكتاب نهائيا مثل كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين، فيحمل ذلك على أنه مرفوع. يعني ابن كثير في النهاية علق على حديث عبد الله بن عمرو فيه إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر مرني أن أسجد لمن شئت، قال فيجتمع عليه زبانيته إلى آخره. ثم يقول ابن كثير وهذا غريب جدا، ولا بد أنه من الملزمتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك. فمعنى إذن يرد هذا أن يكون عن الصحابة شيء مروي وهو ليس في محل التسليم. نعم إذا لم يرفعوه وكان من المحتمل أن يعني يكون من العلم أهل الكتاب، فيكون مما لا نصدقه ولا نكذبه. طيب إذا ثبت شيء ما بالأحاديث الصحيحة أنه من الفتن أو الملاحم في الجملة،
فهل يصح استكناه تفاصيله من خلال الإسرائيليات؟ أصله ثابت لكن نقول سيحصل كذا وكذا من تفصيلات أخذها من الإسرائيليات. لا، لأن الإسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها. طيب، لكنها مرققات وأمور فقط للعلم، لكنها لا يجزم بها. هنا عبارة لأحمد شاكر وإذ رأيكم فيها، يقول إن إباحة التحديث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لقول الله عز وجل. هذا كلام يعني قطع دابر الاستعانة بها في أخبار الفتن وملاحم الساعة بالكلية. نعم، هذا بالنسبة للمستقبل، لكن بالنسبة للذي ذكره المفسرون والذي انتقده الشيخ أبو الأشبار رحمة الله عليه هو في قصص بني إسرائيل. فقصص بني إسرائيل جاءت في القرآن في كثير من المواضع، وهذه المواضع الكثيرة التي جاء فيها ذكر موسى وقصته فيها كثير من التفاصيل جاءت في الإسرائيليات، وتكون ليس فيها شيء يخالف الشرع ولا يخالف العقل ولا ليس فيها منكرات، فلذلك لا حرج في إدراجها مع نسبتها إلى الإسرائيليات. مثلا إذا نسبتها إلى كعب الأحبار أو نسبتها إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقد شهد الله له بالجنة وزكاه، أو نسبتها مثلا إلى وهب بن منبه ونحوه من التابعين الذين هم في الأصل من اليهود، أو همام بن منبه أخيه وهو في الأصل من اليهود، فحينئذ لا حرج في إدراجها. ولذلك جرى عمل كثير من أهل التفسير على ذكر تلك الإسرائيليات في القصص الإسرائيلية، لكن لا يفسرون بها ما يتعلق بإشراط الساعة أو آيات لا تدخل في هذا آيات الأحكام أو العقائد. طيب، جاءني تحذير من المخرج، إذا أذنت لي أن ننهي الحلقة اليوم، وسنكمل غدا إن شاء الله قاعدة الصحة وما بعد ذلك من القواعد إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وننتظر أسئلتكم وإضافاتكم كالعادة على صفحة البرنامج وعلى بريده، وشكرا لضيفنا وشيخنا الجليل محمد الحسن على هذه الإفادات. نواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن الفتن والملاحم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.